بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الفلسفة العملية أو البراغماتية عند ويليام جيمس، وأشرنا إلى جملة من القضايا التي أثارتها هذه الفلسفة أو هذه النزعة الحديثة والمعاصرة، والتي نقلت الفكر الفلسفي من نطاقه المجرد في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان إلى واقع العمل، إلى ساحة العمل. فالفكرة ما عاد يختبر صدقها أو صحتها عقليا أو بمقتضى قواعد منطقية آلية يستعملها الفكر ذاته وحسب، وإنما أصبح معيار الصواب أو الصدق أو الصحة هو التطبيق العملي والمنفعة التي تدرها تلك الفكرة. معيار الصحة، معيار الصواب هو الواقع. فالفكرة كما يقال صادقة لأنها نافعة. لاحظوا هذه القضية، الفكرة صادقة لأنها نافعة، ليس لأنها يعني مطابقة للعالم الخارجي حتى التجريبيين، هذا تجاوز حتى للحسيين حتى للتجريبيين، لأنها مطابقة للعالم الخارجي أو لأن صدقها يعني قد تم عقليا ومنطقيا وذهنيا. لا، الفكرة صادقة لأنها نافعة. الفكرة غير النافعة معناها غير ناجحة، معناها فاشلة، فأحرى بها أن ترمى، أن تنحى جانبا. هذا ليست لا يمكن أن نقول ما معنى أن تكون صادقة وهي فاشلة في التطبيق العملي. الأفكار شأنها شأن الكائنات، شأنها شأن الكائنات الحية. نحن في عالم، في بيئة، كما سيتضح جون ديوي سيركز على هذه النقطة، عملية التوافق مع البيئة. فمعيار الصدق هو التطبيق العملي، هو النظر صدقها في الواقع وليس في الذهن. إذا كانت صادقة في الواقع أدر معناتها نجحت في الواقع، صادقة في الواقع بمعنىها نجحت وأعطت نفعا للإنسانية، للإنسان، للفرد. فلكنها ما معنى أن نقول أنها فكرة عظيمة وصادقة عقليا وهي فاشلة في التطبيق العملي؟ فهنا إذن قلب ويليام جيمس، قلب يعني المفاهيم بالنسبة للحقيقة. والحقيقة هم يعني البرغماتيين هم استفادوا كما قلت من جانب العمل في المجتمع الأمريكي، خاصة في القرن الماضي وبداية القرن العشرين، والتطور الصناعي الكبير والاقتصادي. هناك المحك هو العمل، تثبت نفسك في الواقع تعيش، عدا ذلك أنت تنتهي تسحق. كذلك الأفكار فمعيارها هو الواقع. فإذا يعني هذه ربما ميزة تحسب للبرغماتيين، ولكن رغم الملاحظات أو النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عليها. إذن هذا موقف يعني جيمس من المعرفة ومن الحقيقة. موقفه بالنسبة للمنهج البرغماتي هو، قلنا، منهج مرن ومفتوح. شبهوه أحيانا بأنه ممر طويل في فندق
يعني قرأت أحد التشبيهات له، ممر طويل في فندق، في أحد الغرف تجد عالما يشتغل بدوارقه وبمواده الكيميائية، وفي غرفة ملاصقة تجد عالما للجمال أو يسبح في تأملاته، وفي غرفة أخرى ملاصقة تجد عابدا يبتهل إلى الله ويصلي، وفي غرفة ثانية تجد مفكرا يتأمل في الكون والوجود تأملا ميتافيزيقيا. لكن هؤلاء كلهم لابد لهم أن يمروا من هذا من ممر واحد، يستعملوا هذا الممر، هذا الممر هو المنهج البرغماتي. هكذا تشبيه ضرب يعني لتقريب الفكرة، الممر هذا هو المنهج البرغماتي، لأن هذا عمليا كلهم لازم يستعملوا هذا الممر الطويل في الفندق كل، لأن باب غرفته ينفتح على هذا الممر. فلذلك هي البرغماتية لا تدعي أنها تكون تعطي رأيا نهائيا أو مذهبا نهائيا كما هي الحال في المذاهب، في مذاهب هيجل أو المثاليين أو مذهب ذو نسق متكامل لا يمكن الحيد عنه والخروج عنه، إنما هي منهج كما قلنا مرن مفتوح قابل للإضافة، وهذا جزء من نظرتهم إلى الواقع وإلى الحياة. الحياة مشروع يعني دائما يريد التكامل، لا نقول أنه هذا مشروع، مشروع في كل شيء تضيف باستمرار تضيف عليه. هذا المنهج في رأي ويليام جيمس أنه، هذه النقطة الخامسة، يحسم النظر ومن المشكلات الفلسفية، يحسم الموقف من المشكلات الفلسفية المستعصية، فهو في حد ذاته يمثل موقفا أو منهجا لحسم الصراع وحسم الجدل الدائر الكثير بين الماديين والروحيين وبين العقليين والتجريبيين، بين يعني أنصار الحرية وأنصار الجبرية، كل هذا بشكل عام. البرغماتية تحسم هذا الصراع. كيف تحسم هذا الصراع؟ كيف تستطيع أن أو تدعي أنها قادرة على حسم صراع استمر لقرون لآلاف السنين بين هذه التيارات المختلفة، وكل ما بينهم نجد استقطابا حادا، قطبين لا كأنهما قطبان لا يلتقيان. البرغماتية تجد، وخاصة ويليام جيمس، قدم الحل في منهجه بأنه إذا كانت الحجج عند كل طرف، نأخذ الحجج إذا كانت مختلفة، لا بد أحدهما أن يكون يعني على صواب، لكن حينما تتكافأ الأدلة، حينما تتعادل الحجج، ننظر إلى ماذا؟ نجد أن كلا الرأيين لهما حجج قوية تؤكد أو تسند مذهبه أو تسند رأيه. ننظر إلى الواقع، ننظر إلى النتائج، وسبق أن قلنا أن البرغماتية تهتم بالنتائج، بنتائج الفكرة لا بالفكرة ذاتها. قل لي ماذا تؤدي إليه الفكرة من نتيجة، أقول لك معيار صدق الفكرة أو خطأها. فإذا كانت كفة الميزان أو كفة الحجج متساويتين، فننظر إلى النتيجة التي تؤدي إليهما. إذا كانت نتيجة نافعة في الواقع فالفكرة صحيحة، وإذا كانت نتيجة أحدهما غير نافعة فاشلة
تؤدي إلى ضرر جسيم في الواقع وعلى الإنسان، فإنها يعني بالضرورة تكون غير صادقة. فالفكرة صادقة كما قلنا لأنها نافعة. ويمكن أن نعكس القول فنقول الفكرة نافعة لأنها صادقة أيضا، يعني كلا الأمرين يدل على أن هنالك فكرة في الواقع قد امتحنت وتحققت، ولا بد أن نرى مقدار ما تؤدي إليه من نفع ومن فائدة للإنسان. فإذا كانت تؤدي إلى منفعة كبيرة أو تؤدي إلى نفع بوجه عام فإنها صادقة. فعلى هذا الأساس الصراع مثلا بين الماديين والروحيين، يعني أنا لو جئت لأخذ حجج الفريقين، إما أن أصل إلى ما وصل إليه كانت، قال هذه نقائض العقل الخالص، فيأس من الميتافيزيقا وقال أن الذين يعني في مسألة العالم، في مسألة خلق العالم عند الماديين والروحيين، هؤلاء يقولون ما في العالم هو بطبيعته، الطبيعة العالم تولد من بشكل طبيعي. الروحيون يقولون الله خالق العالم. يقول بما أنه أنا لا أستطيع من حيث الماضي أن أستعيد التجربة على بداية العالم، هذا ليس في مقدوري، ليس في مقدوري أن أستعيد التجربة الماضية على ابتداء العالم، لكن هذا من حيث الماضي. من حيث المستقبل ومن حيث النتائج يمكن أن أنظر إلى الفكرة. فهنا كل يقدم لك حجج، المادية تقدم لك حججا قوية والروحية تقدم لك حجج قوية، وتبقى أنت حائرا بين إما أن تتجه إلى الإلحاد المفرط مطلق أو الإيمان المفرط. فحينما تتكافأ الأدلة ننظر إلى الواقع. ما الذي تؤدي إليه؟ ما الذي يؤدي إليه القول بالمادية؟ نجد أن المادي يؤمن بأنه لا يوجد غير هذا العالم، وأن العلم يقول له أنه صائر إلى العدم، منتهي إلى العدم، فناء الأشياء تفنى ربما في النهاية تنتهي، وأنه أن للحاديين ربما يقول أن الوجود كما قال سارتر محاط بهالة من العدم. فأيا قلت أنه يقول العدم موجود فهذا تأويل آخر أو تخريج آخر للقضية. لكن عموما المادية لا تؤمن بحياة مستقبلية، ولذلك الإنسان تجد الإنسان ثم من ثم المجتمع الذي يؤمن بهكذا أفكار مادية تجده ضعيفا ومهزوزا عند أول كارثة أو عند أول قضية صعبة تواجهه وتهز حياته، خلص يعتبرها نهاية العالم، على الأقل الموت، أبسط الأشياء الموت، وهو يحيط برقبة الإنسان إحاطة السوار بالمعصم، هذا أبسط شيء. فتجد الإنسان الذي تؤرقه مشكلة الموت إما أن ينتهي به الأمر إلى خيالات مريضة، إلى الانتحار، إلى الذي يعيش هاجس الموت، يفتقد الأمل، ينتهي إلى التشاؤم. المجتمع يعني كما قلت
لا يستطيع أن يصمد أمام الكوارث الكبرى التي يتعرض لها الإنسان بشكل مستمر، والمجتمعات والأمم. أما الإنسان المؤمن الذي يؤمن بوجود إله خالق لهذا العالم، هذا أمره يختلف. هو يرى أن هذا العالم لو انتهى كله، لو أصابه الجليد، لو أحرقته النار، لو كل شيء، فأن هنالك أملا في المستقبل، هنالك حياة أخرى يحقق فيها آماله، والله يعوضه فيها عما أصابه من هذه الحياة الدنيا، فيبعث، فيبقى الأمل، جذوة الأمل تبقى مشتعلة في النفوس. ناهيك عن أن هذه الكوارث البسيطة أو الصغيرة، الموت، لا تهز الإنسان، بالعكس عنده قيم الصبر والتوكل، والتي بثتها الأديان، ويعني فكرة الألوهية هي تدعم هذه وتؤكد الرسالات السماوية هذه الفكرة. فإذا هنا فكرة خلق العالم، النتائج العملية، هذا تخلق مجتمع متفائل، مجتمع لا يسوده التشاؤم والانهيار، وعلى يعني توقع الانهيار في أي لحظة، لأن المصير مجهول مظلم أمامه. هذا يؤدي إلى مزيد من العمل، إلى مزيد من النشاط في الواقع الاجتماعي والاقتصادي. فمن هنا فكرة الإلوهية، مبدأ الروحيين، الروحية هنا صادقة، لأنها بالتأكيد أنفع وأفضل وأنجح في الواقع العملي من فكرة أو من مذهب المادية. لاحظوا إذن هنا يعني القضية لا يدخل هو في مجادلات، في إثبات، في إعطاء براهين كما يقدم ديكارت، براهين برهان الكوجيتو أو الدليل الوجودي الأنطولوجي، أو يدخل في صراعات من هذا القبيل مع الماديين. لا، هذه المناظرات الجدلية يتركها وينظر إلى الواقع، إلى النتائج التي تؤدي إليها الأفكار، فإن الأمور بنتائجها والأفكار بعواقبها. قل مثل ذلك عن مثلا فكرة الحرية، فهنالك الموقف من الحرية، تجد هنالك جبريون أو آليون لنقل، وهنالك دعاة الحرية. أو الاختيار. هاي من المشكلات، يعني كيف هو يحل المشكلات الفلسفية. له كتاب قيم لويليام جيمس اسمه بعض مشكلات الفلسفة. لويليام جيمس. ويحاول أن يحسم الجدل الدائر حول هذه المشكلات. وتعلمون مشكلة الحرية والجبر والاختيار وما إلى ذلك شغلت الفكر الإنساني منذ أقدم العصور، وحتى عندنا في يعني عند اليونان كانت موجودة وتجلت بشكل واضح في الفكر الإسلامي. فكان هنالك الجبريون، وكان هنالك أصحاب الاختيار، وحاول قوم التوسط بين الاثنين، فقال الإمامية بمبدأ الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، الإمام الصادق عليه السلام.
وحاول الأشاعرة القول بالكسب، أن الإنسان غير خالق للفعل وليس الفعل منه، وإنما هو مكتسب، يكتسب الفعل. وقد فسر الكسب على أنه جبر في النهاية، حتى أن الشيخ محمد عبده قال عن الأشاعرة أنهم قالوا بالجبر وتبرأوا من اسمه. فيعني هذه المشكلة أخذت مساحة عريضة في مساحات النظر الفكري والفلسفي عند المسلمين، ولأنها كانت لصيقة في الحياة حتى السياسية والفكرية لهم، وكان هنالك آيات قرآنية، كانت هنالك آيات يعني متشابهة، ويعني بعضهم فهم منها أنها جبرية، والبعض آخر فهم أنها منها اختيار كامل. لكن في عادة هذه القضية في الفكر الحديث، والمشكلة أن العلم دخل في على هذا الإطار، يعني في هذه القضية، فظهرت نظريات الحتمية والآلية والضرورة وتفسير الكون مثل الآلة، وبالتالي الإنسان هو آلة يعني حية. فهذه النظريات الآلية وخاصة المادية دعمت القول بالجبر، ولم تعطي الإنسان يعني فرصة للاختيار. فلما قالت أن العالم تسوده الحتميات، حتميات طبيعية وما إلى ذلك، فالإنسان ليس خارجا عن هذا الإطار، ليس خارجا عن إطار الحتميات، خاصة وأن جاء كونت وقالوا يعني هنالك حتمية اجتماعية، وماركس قال بحتمية اقتصادية هي التي تحكم المجتمعات وتحكم التاريخ وتسير الناس يعني تهيج الثورات والانقلابات والتغيرات ما إلى ذلك. فالعلم دخل في على كما يقال دخل على الخط. ما هو موقف جيمس؟ أيضا هو لم يذهب إلى جدل يعتبره جدلا عقيما، لأنك مهما أحاولت إقناع طرف فإنه يأتيك بحجج تنقض يعني تؤكد موقفه وتنقض رأي الطرف الآخر، والطرف الآخر يقول يأتي بحجج أخرى عكس معاكسة وهكذا. وإذا انسقنا وراء الجدل النظري فإننا لا نصل إلى نتيجة مستفادة. فلذلك هو أيضا يقول ننظر إلى نتائج الفكرة في الواقع، ما الذي يؤدي إليه القول بالآلية والجبرية، ما الذي يؤدي إليه القول، ما يذهب إليه الآليون من جبر للإنسان ومن حتميات ومن ضرورات حتمية، وماذا يؤدي إليه القول بالحرية، ماذا يؤدي إلى دعاة الحرية، ماذا يقول النتيجة في الواقع كما تؤدى إليها في الواقع. هنا الإنسان المجبر هو إنسان أيضا تحكمه ضرورات، يحس أنه لا يستطيع أن يعني يفر منها، لا يجد فكاكا منها. فإنسان خاضع خانع فاقد للأمل، لأنه يحس أنه مجبر على كل شيء، فمساحة الفعل ومساحة النشاط ومساحة الأمل عنده معدومة، محدودة إن لم تكن معدومة. بينما الإنسان الحر فإنه إنسان يحس بأنه يمتلك حياته ويحدد مصيره ومستقبله، إنسان ممتلئ بالنشاط والحيوية. الحرية تعطيه دفعة إلى الأمام، ونحن نلاحظ الذين اكتووا بنار الاستبداد وبنار الضرورات السياسية والجبريات السياسية والاجتماعية وغيرها، يعني هم خير من يتذوق طعم الحرية حينما يذوقها،
وهو خارج من سجن الحتميات السياسية أو غيرها. يتحول إنسان آخر إلى إنسان وين كان، وإذا به الحرية لها تعطيه دفعة إلى الأمام، تخلق منه أو تجعل منه إنسانا متفائلا، إنسانا مؤمنا بمستقبله ومستقبل البشرية ومستقبل العالم، عنده الجرأة لأن يفعل وأن يغامر، لا أن يبقى خانعا ذليلا أو مترددا. فإذا فكرة الحرية فكرة نافعة، أنفع من الجبر وأنفع من الآلية، وبالتالي فهي فكرة صادقة، نتوسم صدقها من نفعها. وقس على ذلك شتى التجارب له يعني حول التجربة الدينية، له كتاب حول التجربة الدينية ويليام جيمس، يعني هو الحقيقة لم، رغم أنه له موقف من الميتافيزيقا، لكن الميتافيزيقا المجردة، لكنه لم يرفض الميتافيزيقا جملة وتفصيلا، إنما قال أن الميتافيزيقا يمكن أن يكون لها أثر سامي في النفس، والمثل العليا يمكن أن تكون لها آثار، والتجربة الدينية لها آثار. التجربة الدينية له كتاب حولها، حول التجربة الدينية أيضا. لا يأتي ليدلل على دور عقليا يبرهن على القضايا الدينية والمعتقدات، وله إرادة الاعتقاد أيضا كتاب آخر قيم. يقول لاحظ ما تؤدي إليه التجربة الدينية من أثر في الواقع العملي. مثلا تغذي عند الإنسان قيم المحبة والإيثار والتراحم والمودة وغير ذلك. نحن عندنا في الإسلام كم من قيم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قيم الإيثار والمودة والتراحم، ويعني تؤثر كل ما عندك، حياتك أحيانا تقدمها إلى أخيك في سبيل أن ينجو من خطر أو شيء من هذا القبيل، بمالك تؤثره. فهذه قيم، رغم أن التجربة الدينية يقول، رغم أن المبدأ الأسمى هو ليس مبدأ يعني مشخصا أو نأخذه، لكن الآثار التي تدل على التجربة الدينية آثار ملموسة واضحة دون ما شك. فهذه القيم السامية، القيم العظيمة التي آلت وأدت إليها الأديان، وأدت إليها الإيمان بخالق لهذا العالم، هي أيضا نموذج للفعل. لأنا لا أدخل في مناظرات، في مجادلات على صحة أو البرهنة العقلية لقضايا الدين، إنما أخذ الدين كتجربة في الواقع، فأشوف أن الدين أكثر من هذا. انظر ماذا يؤدي إليه الإلحاد، ماذا أدى إليه الإلحاد في المجتمعات التي جلست وذاب 74 عاما تبث الإلحاد في النفوس، داخل النفوس، حتى في المدارس تعلم الطفل، في الجامعة، المجتمع الشيوعي هكذا كان إلى هذه الدرجة، مادة اسمها الإلحاد يدرسونها، يعلمون الطفل بالمدرسة كيف أنه يجب أن لا يؤمن بالله، واستعملوا طرقا فنية عجيبة، طرقا
جهنمية في هذا السبب. خبرات المناهج والعلوم وظفوها في خدمة الإلحاد. أنتجت ماذا أنتجت؟ إنسان محطم، قوة جبارة وصلت إلى الفضاء والقمر والكواكب، لكن بإنسان محطم سرعان من قلب على هذه الفكرة وعاد إلى يطلب الدين. كان عنده عطش مستمر. هذه الجمهوريات الإسلامية في روسيا، ما كان يدعى الاتحاد السوفيتي سابقا، في آسيا الوسطى، كم أبادوا منهم، كم هدموا من جوامعهم ومساجدهم، كم درسوا من تراثهم، أقصد أنهم محوه، حاولوا محوه، لكنهم بقوا متمسكين، لأن الإلحاد فكرة، كفكرة تنتج إنسان محطم. والحقيقة هذا لا نقول نحن يعني، إنما من واقع مشاهدات، حتى هم كيف الإنسان هذه يعني تفقده أي أمل، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى غياب الوعي، إلى المسكر، وإلى شيء من هذا يدفن فيها همومه وأحزانه. بينما الإيمان يخلق إنسانا متفائلا، الإيمان الحقيقي العميق الذي على مستوى الإيمان فعلا. فإذن يعني المبدأ العام لويليام جيمس في حسم المناظرات الجدلية في المشكلات الفلسفية هو الرجوع والنظر في الواقع ورؤية النتائج. إذا كانت النتائج صحيحة يعني نافعة، ونتائج مرجوة محققة، فالفكرة صحيحة وصائبة، وإن لم تكن النتائج يعني كانت فاشلة، فالفكرة أيضا لا بد أن تكون فاشلة. على هذا الأساس هو مشى، إعادة للفلسفة أن تدخل إلى واقع الحياة. والحقيقة هم استطاعوا إلى حد كبير أن يعبروا عن واقع الحياة الأمريكية في العقود الأخيرة بهذا القدر. نكتفي هذا اليوم، فوقت المحاضرة انتهى، وسنتكلم عن أحد أعلام البرغماتية الآخرين، هام جدا، هو جون ديوي في المحاضرة القادمة، ونقوم بعدها بتقييم عام للمذهب البرغماتي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.